ندخل بعد ذلك على سورة المسد. سورة المسد هي 5 آيات، وهي من السور المكية التي نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة، وهو في حال أشد ما يكون من الضيق في وقت عصيب، في أول ما أمر بالجهر بالدعوة. معلوم أن الدعوة في أول الأمر كانت سرية لمدة 3 أعوام في السر، كان يسلم بعض الصحابة ويدخلون في الإسلام سرا دون أن يعلموا أحد، حتى لا يعلم بهم كفار قريش فيفتكوا بهم، لأنهم كانوا ضعفاء وقتئذ، فكانوا يسلمون ويجتمعون بالنبي في دار الأرقم بن أبي الأرقم. وبعد ذلك في العام الرابع أمر النبي صلى أو بعد 4 سنوات، يعني في بداية العام الخامس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهر بالدعوة، بعد أن أنزل عليه ربه قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، في سورة الشعراء. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمع ماذا قال ابن عباس. قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا. جبل الصفا معروف عند البيت الحرم، فجعل ينادي: يا بني فهم، يا بني عدي، على بطون قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا، يرسل أي أحد من عنده من صبيانه: اسمع ماذا يقول هذا الرجل وتعالى خبرني، لينظر ما هو. فجاء أبو لهب وقريش ومع نفر من قريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجمع الغفير، ولأول مرة كان يجهر بالدعوة: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، يعني خيل ستخرج عليكم من هذا الوادي وتغير عليكم وتقضي عليكم معشر قريش، أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. كانوا يلقبونه بالإيش؟ بالصادق الأمين. كانوا لا يلقبونه إلا بالصادق الأمين، كلامه عندهم صدق، وهذا تمهيد يمهد لهم حتى يأتيهم بالمفاجأة. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. نزلت هذه الآيات تؤكد أن أبو لهب، وهو من؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه الحقيقي عبد العزة، كانوا يلقبونه بأبي لهب لحسنه وإشراقة وجهه. اللهب عندهم عند العرب اللهيب، الإنسان المشرق حسن الوجه، فيقول له أبو لهب. وشوف مع ذلك القرآن لقبه بنفس اللقب الذي كان يلقب به، ولم يراعي أنه كان على قرابة من النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا من عد القرآن، لأنه كافر ولا ينفعه كفره. تبت يدا أبي لهب وتب، أي خسر أبو لهب وخسر عمله، ما أغنى عنه ماله وما كسب، أي ما أغنى عنه هذا المال الذي جمعه، ولا ما كسبت يداه من ولد وغيره، ما أغنى عنه لا مال ولا ولد، لأن الولد من كسب أبيه، كما جاء في الحديث: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، تتوقد وتتأجج به، وليس وحده، وامرأته أم جميل العوراء حمالة الحطب، لأنها كانت تحمل الشوك وتلقيه على طريق النبي صلى الله عليه وسلم،
وهو ذاهب إلى صلاة الصبح في المسجد الحرام، وليس أي شوك، شوك السعدان. شوك السعدان هذا الشوك الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج فيلتقط الإنسان من على الصراط، الصراط وهو يمشي الإنسان على النار والعياذ بالله، يلتقطه كلاليب كشوك السعدان. لو كتبتم على النت شوك السعدان سيظهر لك منظره. هذا الشوك كانت تلقيه أم جميل على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر الله عنها أن هذه المرأة حمالة الحطب في جيدها، يعني في رقبتها حبل من مسد، يعني من ليف، في جهنم عقابا لها، فهي من أهل النار هي وزوجها، في جيدها حبل من مسد. وفي هذه الآيات إعجاز للقرآن الحكيم، إذ بيّن الله سبحانه وتعالى هلاك أبي لهب وإبطال كيده، وإبطال كيده. وهذه الآيات نزلت قبل موت أبي لهب بعشر سنين، ولم يستطع أبو لهب أن ينكر منها حرفا واحدا، فلم يؤثر عنه أنه تلفظ بلفظ الإسلام، حتى لو كان مراءاتا يرائي بها الناس حتى يكذب القرآن، لم يستطع، لم يستطع. هذا من إعجاز القرآن، أخبر قبل موته بعشر سنين. تخيل إنسان يمشي معك على الأرض وقال الله عنه باسمه هو وزوجه من أهل النار، ولم يستطع أن يكذب هذا أبو لهب، لا حقيقة وصدقا ولا رياء، خلاص حكم الله وقضاء الله نافذ. تبت يد أبي لهب وتب. عم النبي صلى الله عليه وسلم، عمه أخو عبد الله بن عبد المطلب وهو في النار، لم يغني عنه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، لم يغني عنه شيئا، لأن القرابة لا تغني شيئا مع الشرك والكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. العمل لا ينجيه من النار لا ينفعه النسب أبدا مهما كان. عم النبي أخو أبوه. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، لأن المال والولد لا ينفعان شيئا من عذاب الله سبحانه وتعالى. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، لا تقرب إلى الله، لا يقرب إلى الله إلا الإيمان والعمل الصالح فقط. وفي هذه السورة أيضا حرمة أذية المؤمنين، إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فهذا آخر ما نقف عنده في تفسير سورة المسد، وإن شاء الله اللقاء القادم نختم قصار مفصل، نأخذ الإخلاص مع المعوذتين. إن شاء الله هذه السور فيها من الفوائد وفيها من الفضائل الشيء العظيم الكثير بإذن الله تعالى. ألقاكم في اللقاء القادم على خير بإذن الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، العالمين العاملين به، الذين يحرمون حرامه ويحللون حلاله ويعملون